أكثر من 1400 كيلومتر ترهق الدولة وتثير شهية العصابات. الحدود العراقية مع إيران متاحة أمام المافيات وأيضا مع سوريا. على الحدود العراقية السورية الممتدة لنحو 600 كيلومتر تحديدا منفذ القائم غرب مدينة الرمادي، تواجه ميليشيات حزب الله العراقي اتهامات بتورطها في تسهيل عمليات تهريب الكبتاغون، كما أن هناك منافذ أخرى في البوكمال على الحدود السورية مع العراق، ويقدر عددها بستة معابر، وتعمل فصائل تابعة للحشد الشعبي وميليشيا حزب الله اللبناني وعناصر الحرس الثوري على نقل الكبتاغون منها وفق المرصد السوري. كما أن فصائل أخرى متهمة بالعمل في صحراء الأنبار، إضافة لحزب الله العراقي هناك كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق وحزب الله اللبناني جنوبا في البصرة. الوضع لا يختلف كثيرا، ففي منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران قبضة ميليشياوية من عصائب أهل الحق متهمة أيضا بتسهيل عمليات التهريب. أما في ديالا وتحديدا في معبر مندلي مع إيران، فنجد اتهامات تلاحق حركة النجباء، وكان هذا المعبر أغلق في أغسطس 2019 بسبب سيطرة مجموعات مسلحة عليه وتحول لبوابة تهريب. وقد اعترف المتهمون جميعا بارتباطهم بشبكات دولية لتجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق. تفكيك أكبر شبكة إجرامية مختصة بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.